بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم الملاكات الهندسية لإدارة تنفيذ أعمال كلا بالتنسيق مع إدارة مشاريع الأهوار في ذي قار بأعمال فتح السد القاطعة بين قضاء المدينة وقضاء التشبايش، وذلك لتمرير الموجة الفيضانية باتجاه التشبايش للاستفادة من المياه الداخلة للمحافظة في إغمار أكبر مساحة من أهوار التشبايش وهور الحمار الغربي، وكذلك لتحسين نوعية المياه داخل الأهوار. كذلك لدينا أعمال ضمن خطة الدائرة لدرء الفيضان في المحافظة في قضاء الشطرة وناحية النصر والبدعة، كذلك في قضاء الإصلاح بتكتيف وحماية القرى من الفيضان، بالإضافة إلى أعمالنا داخل قضاء التشبايش بتعلية السداد الرئيسية والسداد البديل للأنهار الداخلة إلى الأهوار. المهندس علي حاتم محسن نجيب، دائرة تنفيذ أعمال كرل الأنهار، موقع الناصرية.